اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده معانا سمك البوري من خير مزارعنا، السمك اللطيف. السمكيه تعمل 400-450 جرام، هعملها لك النهارده بطريقه سهله بالخضره، حاجه جميله الاطفال هياكلوها والكبار هياكلوها. ولكن التركية فين؟ ان انا اشيل الزفاره من السمك وادخل بعض الخضار الحلو اللي بيحبوه الاولاد في قلب السمك. معانا النهارده الكاليماريا، هنعملها سلطه مع الجرجير. كاليماريا بناكلها مقليه، بناكلها طاجن، بناكلها فاهيته، انما ندخلها في طبق السلطه من الاكلات الصيفيه، واحنا محتاجين في الصيف الاكلات اللي هي صيفي جميله فيها بروده شويه زي اطباق السلطه والايس كريم والعصاير. النهارده سلطه الجرجير هنعملها مع الكاليماري، ونشوف نسلق الكاليماري ازاي وندخله في طبق سلطه كله قيمه غذائيه عاليه جدا. مش عايز اصور حضراتكم لان في تفاصيل النهارده ووقتنا يعني جميل، فعايزين نعمل حاجه حلوه في الوقت الصغير ده كده تعجب حضراتكم ان شاء الله. هستاذن حضراتكم ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل سمك البوري هنعمله بالخضره في الفرن، ومعانا الكاليماريا الجميله مع الجرجير سلطه مع زيت الزيتون والمسترده. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطبق سلطه لطيف وجميل. وانا دوري في ايام الصيف في ايام الحر نعمل ايس كريم بالفواكه، نعمل كل انواع العصاير او السموزي، الحاجات اللي شفناها مع بعض. ولكن اتجهت بالفعل في الاسبوع ده لجو الحر ده نعمل الاكلات الصيفي اللي هي السلطات الجميله الحلوه. ولكن الطبق السلطه ما يبقاش مقتصر بس على خيار وطماطم وجرجير، لا، يبقى فيه كمان نوع من انواع الفراخ، اللحوم، الاسماك وهكذا. معايا كاليماريا النهارده بتتسلق على النار عشان لما نشوف المقادير، ومعانا جرجير وطماطم وفلفل، عصير ليمون، زيت زيتون وبصل، سنه شبت صغيره والمستردة، ونشوف ازاي نعمل طبق سلطه قيمته الغذائيه عاليه جدا ويتصدرها طبعا الجرجير والكاليماري. جرجير معانا زي الفل اخضر ومغسول زي ما هو سليم، ومعانا الكاليماري على النار مع عصره ليمون وشويه ملح بنسلقها على النار. حلو الكلام. اهم حاجه تتسلق، تتحط في ميه مغليه، الميه المغليه دي معاها شويه ملح، شويه عصير ليمون بالشكل ده كده. ايه الاخبار؟ تمام. هي بتاخدش وقت كتير في السوى على فكره، بس اهم حاجه لما تطلع من السلق ده او من الماء المغلي ده كده تلاقي حمام ميه بارد، ميه بارده من الثلاجه او من الحنفيه عادي، ونديها صدمه التبريد. تسلقوا جمبري، تسلقوا كاليماري، تسلقوا سبيط. اول ما بيطلع من الماء المغلي بتاعه المخلوط طبعا مع عصير الليمون ورشه الملح الصغيره، يلاقي فيه ميه ساقعه على طول او مكعبات تلج كده ينزل فيها مباشره ونصفيها. تعالوا نغرف طبق السلطه ده كده في طبق حلو زي الفل كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا البلانشه الحلوه دي كده، معانا الجرجير الجميل. الاولاد الاطفال الصغيرين مش بيحبوا ياكلوا الجرجير وهو سليم. ليه يا عم الشيف؟ يقول لك حامض. حامض عني يقول والله. ليه؟ ايوه بالفعل، انا وصغير ما كنتش احب الجرجير، انا ما كنتش احب الجرجير وانا صغير سليم زي ما هو كده متقطع، يبقى لطيف وحلو. تعال ناخد الجرجير، ناخد الجرجير ده نقطعه كده بالشكل ده كده، ونتبلهم مع بعض. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه وايه الجمال ده؟ اشتغل في الجرجير يا شباب؟ يلا. يا مسهل. نقطع كده. التقطيعه دي حلوه. دايما انصحك يا ست الكل، يا امي، يا ست الحبايب، تغسلي الخضار قبل التقطيع، زي الجرجير مثلا، زي الخس، دايما يتغسل قبل التقطيع. معانا الجرجير اهو زي الفل. اعمل ايه يا عم الشيف؟ باخده زي ما هو كده، بحط عليه بصلية ناعمه. شفت السلطه دي بقى بتتعمل بمزاج، وعايز اكثر طعم الجرجير بسنه شبت صغيره. حلو. معانا فص ثوم حلو،
مش هنحط اي صوص هنا غير بس اللي انا بحطه ده، التومه والبصلايه الناعمه وسنه الشبت اللي انا حطيتها، واقلبهم كده مع الجرجير. الله عليك يا عم زي ما انا شغال كده. حلوه، شفت الجرجير؟ تاكل صوابعك وراها. ممكن نعملها بالخس؟ لا، الافضل بالجرجير. حطيت بصله ناعمه، حطيت توم، سنه شبت صغيره تاهت ودابت مع الجرجير زي ما هم كده يا عم الشيف. هنحطهم فين؟ في البوله دي كده، ده الجديد. حلو قوي، ناخدهم زي ما هم. عند الكاليماريا بتستوي على النار، مش مستعجل انا. والجرجير طبعا طالع من التلاجه مغسول. طبق التقديم بتاعنا زي ما هو كده يتحط. بنحط هنا شوية مستردة، دي مستردة، معجون المستردة بيتباع في أي سوبر ماركت. بنحط عليه زيت زيتون، ده على الجرجير، زيت زيتون ومستردة، عصرة ليمون حلوة. الله، وسنة الملح الصغيرة. حلو، ونقلب الجرجير مع الخليط ده كده. هتلاقيه هبط على طول. وانا عايزه يهبط عشان جايله الكاليماري. قلبنا الجرجير بالتتبيلة اللي انا عملتها، باخده ارصه في الطبق كده. الله، تاكل صوابعك وراه. الطبق ده وجبة غدا حلو. حطيت مستردة، حطيت عصير ليمون مع الفص التوم المفروم الناعم مع سنة الشبت الصغيرة. كل ده فين يا عم الشيف؟ كل ده على الجرجير. وفي نفس البولة يا أختي، ونفس البولة يا اللي بتتابعيني وبتشوفيني زي ما أنا شغال كده. واحدة واحدة هجيب الكاليماري بتاعنا الحلو، بس خلينا نعمل عملية نظافة سريعة كده عشان اللي بيشوفونا. كاليماريا في النار بتستوي مع عصرة ليمون مع شوية ملح، عايزة تستوي جامد لأن هنا جرجير طري، فما فيش فيه كده يبقى معايا الكاليماريا مثلا بتشد معايا الجو ده، أنا مش عايزه خالص، خلي بالك عشان الأولاد يحبوها. هناخد الكاليماري الحلو ده كده بعد السلقة دي، بنحطه في مية ساقعة. الله. كاليماريا اتسلقت، بننزلها في الميه الساقعه، تبريد مفاجئ اسمه. ممكن مكعبين تلج معاها تبقى حلوه قوي. لغايه كده احنا ايه فاهمين الشيب بيعمل ايه. كل الكاليماريا في حاجه هنا؟ تمام، زي الفل. واقلبها كده واسيبها في الميه على ما نحضر لها حاجه. هشيل البوله دي كده واجيب البصلايه الحلوه دي كده، وانا شغال معاكم واحده واحده. امسك البصلايه دي اقطعها جوليان رفيع. الله، رفيع قوي. حلو، ونفس الطريقه وناخد الست كاليماري اللي احنا مجهزينها. حلو، فين فين البوله اللي كانت معايا؟ اهي زي الفل. هاخد البوله دي كده احط فيها البصله. السلطه دي حصريا مش هتلاقيها في مطعم. وامسك البصلايه دي يا عم الشيف مع عصرة ليمون كده، اقلبها كويس عشان اطلع منها الايه الحرارة بتاعتها. عصرة ليمون. وامسك البصلايه دي اخر دلع كده، واخد الكاليماريا بتاعتي اللي انا حطيتها في المية الساعة، اسقطها على البصلايه. الله عليك وعلى والدك. مع سنة شبت صغيرة مع شوية بقدونس صغيرين، واقلبها. اصبح البصل هنا مخلوط بالايه؟ بالكاليماري اللي طلعت من الميه الساقعه، واخدها ارصها كده على وش الجرجير. يا دلعك يا ام غازي. هناكل الجرجير ونسيب الكاليماري، هناكل الكاليماري ونسيب الجرجير. اصبحت انا عملت عمليه توافق، كانوا يدرسونا زمان في الثانويه التوافيق والتباديل. افتكرتها. ادي الكاليماري. بمناسبه الثانويه بنبارك طبعا لكل الطلبه اللي نجحوا في الثانويه العامه، والف مبروك، والناجح يرفع ايده وياكل سمك النهارده، وحظ سعيد طبعا للي هم طبعا
ربنا ما نجحوش السنة دي يعني هيذاكروا ويجيبوا مجموع حلو إن شاء الله وربنا يوفقهم. كلنا بنمر بالحاجات ديت، أهم حاجة بس يكون في إيه تفاؤل، في هدف في حياتنا عشان نقدر إن إحنا إيه نواجه كل حاجة. هناخد الطبق الحلو ده كده ونخلي كده. عملنا سلطة الكاليماري بالجرجير، شفناها تمت إزاي واتعملت. البصلة مع الكاليماريا سيبناها للآخر، تبلناها بزيت زيتون وعصير ليمون، وخدت سنة شبت صغيرة عشان نكسر الحرارة بتاعت البصل، وحطناها على الجرجير بالشخصية بتاعتكم، بشخصية الجرجير اللي احنا شايفينها في قلب السمكة أو شكل السمكة اللي احنا غارفين فيه. ولكن السمك البوري بصراحة الواحد يتغازل فيه، هياكل الخضار ولا ياكل السمك ولا ياكل الصلصة الفرنسية اللي نزلت اللي هي الزبدة مع الليمون مع سنة الشبت على بطن السمكة بألف هنا وشفا. حلقتنا النهاردة بسيطة وسهلة ولكن سمك بطريقة جديدة سريعة. جو الصيف مش مطلوب منك يا ست الكل ان احنا نقف في المطبخ كبير في وقت كبير، ليه؟ علشان برضو عندنا التزامات تانية وعندنا حاجات تانية، ممكن نعمل فروت سلطة، نعمل الحاجات اللي حط في التلاجة، شوية مهلبية بعدين نحط عليهم شوية عسل، مفيش أي مشكلة، قدامك الفرصة كبيرة إنك تقف في المطبخ وقت قليل جدا ولكن تعملي الحاجات اللي تقعد في التلاجة ناكلها من وقت للتاني. بنتابع طبعا أكلة أم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، المطبخ بتاعنا والبرنامج بتاعنا متنوع وبنشوف أسئلة حضراتكم بنجاوب عليها عملي في نهاية الأسبوع اللي هو يوم السبت من كل أسبوع، ويوم الأحد بيبقى أكل صحي، يوم الاثنين النهاردة خليها سمك، انتظروا مننا حلقة جديدة بكرة إن شاء الله، ومعانا على السوشيال ميديا بنقول لحضراتكم نفسكم تاكلوا إيه، تقدروا تبعتوا اللي أنتوا حابين تاكلوه وإحنا بننفذه مباشرة تاني يوم. رؤية فن إبداع بتشوفوا كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.